فك لعنة استاد القاهرة بفوز غير مطمئن للزمالك وأول هزيمة للدراويش بعد ولاية حمزة الجمل. مساء الخير يا إبراهيم. مساء النور يا دينا. الماتش يعني إحنا ما كناش متوقعين مين اللي هيكسب أو مين اللي هيخسر، بس يعني تحسوا ماشي كده في طريق غريب شوية يعني. بالزبط. في الأول فوز الزمالك وقلت خلاص الزمالك مكمل على كده، بعدين تعادل، طب هينتهي بإيه؟ الزمالك فاز. أنت شايف الماتش يعني ماشي إزاي؟ أنا كنت شايف إن الماتش من يعني من بداية أصلا من قبل ما يبدأ إن هو مفيش يعني مفيش سيناريو متوقع، لأن الماتشات على طول الزمالك والإسماعيلي فيها ندية كبيرة جدا. شفنا الزمالك النهاردة هو الأكتر استحواذ، أكتر سيطرة على الكورة من الشوط الأول، مع دخول الشوط الثاني برضو الزمالك مسيطر على الكورة، مسيطر على الاستحواذ، بيهاجم الإسماعيلي أكتر من مرة. الإسماعيلي النهاردة كان تايه جدا، يعني رجع للحالة اللي كان بادئ بيها الدوري، شفنا تراجع كبير جدا في مستوى اللعيبة كلها. يعني لولا ضربة الجزاء اللي اتحسبت ما كناش شفنا النهاردة أي أهداف للإسماعيلي. فالنهاردة يعني فوز مستحق للزمالك، اللي الزمالك استحق النهاردة الفوز بسبب إن اللعيبة استفاقت شوية، شفنا في تطور في المستوى، في القيادة الفنية من فيريرا برضو تحسنت شوية من التغييرات، من التكتيك الجديد إن هو بيلعب بخمسة في الدفاع، بيلعب بمهاجم وهمي، بس برضو يعني شفنا إن لما غير ونزل عمر السعيد شفنا أغلبية الماتشات كل يعني طول الماتش كله إن اللعب كله على الكور العرضية، فأنت بتلعب كور عرضية من غير يعني من غير إن حد يترجمها، فأنت كنت محتاج عمر السعيد جدا. وبالظبط لما نزل عمر السعيد قدر يترجم الكرة العرضية من زيزو ويسجل هدف الفوز للزمالك اللي استحق الفوز النهاردة. احنا بنقول انه بنشيد، يعني لما يبقى في حاجه نشيد عليها بنشيد، انه النهارده الاداء الزمالك متقدم طبعا عن قبل كده. بالظبط. بس طبعا يعني مش متقدم بالشكل الكافي، بس متقدم. ولكن الاسماعيلي هو اللي علامه استفهام كبيره، ان هو كان متاخر جدا وكان اداء باهت جدا، وما يعني تحس ان الزمالك كان بيلعب لوحده. بالظبط. يعني احنا ما شفناش النهارده تواجد للاسماعيلي في المباراه بشكل كبير. يعني في كام فرصه بيروح عن طريق بس محمد الشامي، هو اكتر اللعيب كان ظاهر في الاسماعيلي النهارده، هو اللي اهدر العديد من الفرص النهارده قدام الزمالك، ولكن دور خطوره يعني تذكر، يعني هي يكاد يكون بس هي الكوره اللي حكم المباراه رفض ان هو يحسب فيها ركله جزاء في الشوط الاول، وكمان ركله الجزاء اللي اتحسبت على محمود علاء في الشوط الثاني، هي دي بس الخطورتين نقدر نقول ان دي تعويض عن يعني بنسبه كبيره. ان يعني الاول دي كانت ضربه جزاء والثانيه ما كانتش ضربه جزاء. انا شايف ان النهارده يعني الحكم ابراهيم نور الدين النهارده يعني ارتكب خطا في الشوط الاول ان هو ما حسبش ضربه جزاء. انا شايفها من وجهه نظري ان هي صحيحه، النادي الاسماعيلي كان يستحق ان النهارده الاسماعيلي يتقدم في الشوط الاول عن طريق ركله جزاء كانت المفروض تتحسب لمحمد الشامي لما انفرد وحازم امام عرقله في داخل منطقه الجزاء، كان هو الوحيد اللاعب الاخير في الملعب، فكان يعني هي انا شايفها ركله جزاء صحيحه يعني. صحيحه يعني انت بتقول ان دي كانت ضربه جزاء مستحقه للاسماعيلي. بالظبط. ركله الجزاء الثانيه يعني عليها علامات استفهام كبيره، ويعني خدت وقت كبير كمان حتى في مراجعه بالزبط. الفيديو دون داعي، وفي الاخر استغربت جدا لما اتحسبت، لانها يعني انا شايف ان هي ما فيش دي، يبقى انت كنت حسبت الاولانيه بقى يعني ازاي دي تتحسب والاولانيه لا. فانا شايف ان يعني ممكن يكون حكم المباراه النهارده عشان يعني بين الشوطين عارف ان هو او اتفرج تاني او شاف ان في تعليقات او تابع ان في تعليقات مثلا قال ممكن يعوضها بقى باللقطه دي. فلا الاسماعيلي كان يستحق ركله الجزاء في الشوط الاول، والركله الجزاء الثانيه في الشوط الثاني غير صحيحه. طيب بالنسبه يعني ضربه الجزاء اللي دخلت في الزمالك، وانت طبعا عارف انا هقول ايه، ابو جبل يعني لو مش ده كان عواد مش كان في احتماليه كبيره جدا ان هو يصدها، لان هي مش صعبه خالص يعني، هي في المتناول جدا. لان لما اتشاطت هي اتشاطت في نص المرمى، فيعني التوقع الاول او يعني المفروض للحارس ان هو مثلا هيركز او يكون حتى لو هو دارس ركلات الجزاء بتاع المنافس او بيشوفها بيشوف ان ممكن اللاعب بيبقى اتجاهه او نظره في الاول وفي يعني بيبقى على المنتصف، بتبقى سهله زي ما انت بتقول. كل لاعب وباهر محمدي برده من اللعيبه
اكيد كان معروف ان هي هتشوط يعني ضربات الجزاء في الاول، فكان برضو كان ممكن يكون مذاكر يعني المفروض يذاكرها افضل من كده أكيد. زي ما حصل في كاس الامم وكان مذاكر ماني يعني بيدخلها من فين وكده، كان المفروض برضو نفس الحكايه المفروض. فهو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه في اللايف، انه عواد جاهز اكتر، ان عواد فاهم اكتر ومستواه كان يعني جاهز اكتر، فكان انقذ الزمالك من ضربات الجزاء دي يعني بنسبه كبيره. احنا ما نعرفش كان ايه اللي هيحصل، بس يعني باللي احنا شايفينه بالارقام او بالدراسات زي ما بيقولوا كان عواد كان ممكن يصدها يعني. وعنده يعني هو عنده كمان عواد ان هو بيتوقع يعني الكره يعني بالذات في ركلات الجزاء بيتوقع الاتجاه اللي هتروح فيه الكره او اللعيب هيشوط فين بالظبط، فبيبقى عنده نسبه اللي هو يصد الكره اعلى بكتير جدا من ابو جبل يعني. وهو راجل كان متالق يعني الماتشين اللي فاتوا الدوري والكاس يعني، فما بنقعده ليه يعني؟ علامه استفهام كبيره. عايزين نعرف من فيريرا ليه عمل كده، لانه احنا يعني الجمهور كله بيسال، الجمهور كله زمالك واهلي وعلى فكره وكله بيسال كله صح. عواد قاعد دكه ليه وعواد مش في المنتخب ليه بعد تالقه في مباراتين بس؟ يعني هو ده كان السؤال.